بحضور الشيخة جميلة بنت محمد القاسم المدير العام لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، اختتمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي البرنامج الصحي يلا دايت الذي أطلق على مدار الثلاث أشهر الماضية من خلال حفل ختامي لتكريم المتعاونين والداعمين والفائزين في البرنامج. بحضور الأيتام وأوصيائهم، إضافة إلى نخبة من الداعمين للبرنامج والمتعاونين مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، انطلقت فعاليات حفل ختام برنامج يلا دايت الذي يهدف لتمكين الأيتام وأوصيائهم من ممارسة حياة صحية سليمة وتقديم الإرشادات والنصائح للحفاظ على الصحة العامة وتحفيزهم على تبني نمط حياة صحي وسليم وإدخال السعادة إليهم. اتينا من خلال هذا البرنامج منذ أطلاقه في أكتوبر الماضي أن نعزز ويتبنى أبنائنا وأمهاتهم نمط حياة وأسلوب حياة صحي يستمر معهم طيلة حياتهم. تضمن الحفل عرض فيلم عن برنامج يلا دايت الذي انطلق في أكتوبر الماضي، وعكس الجهود المبذولة طوال فترة البرنامج من ورش وبرامج توعوية تحقق أهداف البرنامج. أهم من ذلك اللي إحنا كمان ركزنا عليه، ليس الوزن على الميزان هو المهم، حتى المجموعة سواء كان من الأولاد أو البنات اللي ما خسروا الوزن، لكن هم غيروا نمط حياتهم، زادت الكتلة العضلية عندهم، أصبح يعرف أنه هذا الجسم أمانة يجب أنه يحافظ عليه إلى أبعد مدى ممكن. فبالتالي البرنامج حقق العديد من الأهداف على مستوى الأسرة وعلى مستوى الطفل من خلال مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي. التوعية كانت تحت رعايتنا احنا كأخصائيات تغذية علاجية مع قسم التمريض، كنا نقدم لهم أو نحسب لهم الوزن الطول اللي هو كتلة الجسم، وبعدين نقدمهم الاستشارة التغذوية لكل فرد على لحال وكمجموعات. النمط الحياة تغير عندي، الأكل تغير، طريقة النوم واستمرار في ممارسة الرياضة بشكل دائم، وطبعا وشيء المهم أن أنا أحس براحة في ممارستي للرياضة وتغيير نظام أكلي ونظام حياتي. ليختتم الحفل بتكريم المشاركين الذين أسهموا في إنجاح هذا البرنامج بشكل إيجابي من خلال تقديم باقة متميزة من الأنشطة النظرية والعلمية للمشاركين، مما أسهم في إنجاح هذا البرنامج الذي عكس أيضاً إنجاح مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي في إشراك مختلف الجهات لمساندة الأيتام وتفعيل الدور المجتمعي لهم. إن نشر مثل هذه البرامج المجتمعية بمشاركة المؤسسات الداعمة التي تفعل دورها من خلال البرامج الصحية الهادفة تحفز الفرد في اختيار أسلوب ونمط حياة صحي وسليم. لأخبار الدار، هدى سالم، الشارقة.